الخير ويعطيكم العافية وسلام للجميع. يمكن كثير ناس منكم سمعت امبارح الخبر انه أندرو شير رئيس حزب المحافظين في كندا استقال. طبعا احنا حكينا في لما حكينا عن الانتخابات الكندية انه رئيس الحزب يمكن هو اهم نقطة تحتسب للحزب في الانتخابات، وهو اللي بفوز الحزب او بخسره، لانه الكاريزما والطريقة اللي بتحدث فيها والبرنامج الانتخابي كل هاي بنظروا اليها الناس نظرة قوية، تعتبر يعني بالنسبة لكثير من الناس رئيس الحزب اهم كثير من البرنامج الانتخابي او الكانديديت اللي في المقاطعة او في المدينة او منطقة تبعتك. هلا بدناش نحكي كثير عن الانتخابات، بس الخبر هذا كان فيه له تداعيين مهمين. اول شيء لما قدم استقالته رئيس الحزب بعد مطالبات من الحزب نفسه لانه ما عمل كويس في الانتخابات، كان هو السبب حسب رايهم في خساره الحزب المحافظين بالحكومه، مع انهم فازوا بعدد من المقاعد زياده عن الفتره الماضيه، لكن بيعتبروه انه خسر لانه ما فاز بالانتخابات وما صار رئيس للحكومه. كان في تداعيين لهذا الموضوع. اول شيء لما استقال قام رئيس الوزراء الكندي اللي هو جاستن ترودو حاليا وعانقه في البرلمان وشكره لما قدمه لكندا ولتقدم الديمقراطيه في كندا. هذا الموضوع يعني صراحة إشي مهم جدا إنه نطلع عليه، لأنه لما تصير الموضوع حزبيا هو معناه أنت تؤمن بفكر معين، لكن الهدف الأساسي هو رخاء هذه الدولة، والهدف الأساسي مفروض يكون هو نمو هذه الدولة وخدمة أبناء هذه الدولة. هذا الهدف الرئيسي مفروض يكون من كل حزب. فبغض النظر بطريقتي أو بطريقتك، بفكري أو بفكرك، الهدف تبعنا لازم يكون واحد. وهنا هذه الصورة اللي أعطتها صورة الشكر والعناق والمصافحة اللي صارت في البرلمان بين رئيس الوزراء الكندي رئيس الحزب الليبرالي ورئيس الحزب المعارض اللي هو أندرو شير رئيس حزب الكونزرفاتيف عندما استقال. الشغلة الثانية طلعت امبارح أخبار بالليل، طبعا هو استقال في الصبح، طلعت أخبار بالليل إنه سبب استقالته الحقيقي ليس خسارته في الانتخابات، لكن وجدوا من خلال تدقيق الحسابات إنه السيد أندرو شير كاين يستخدم أموال الحزب الخاصة في دفع رسوم أبنائه في مدارس خاصة. هذا أثار ضجة كبيرة في الحزب ورفضوا رفضا قاطعا، لا يحق لرئيس الحزب أن يكون مميز، لا يحق له أن في له امتيازات ينص عليها القانون، وهذه اللي بخدها مثلا يكون عنده سيارة خاصة من الحزب، يكون عنده شغلة أو شيء فقط، لكن لا يجوز له استخدام أموال الحزب بتدريس أبنائه أو إشي زي هيك. وهذه كانت صاعقة كبرى أصلا، والآن في تحقيقات في الموضوع في الحزب وعم بيحاولوا يشوفوا شو الموضوع، وما في تغطية على الموضوع. الموضوع هو أخذ أموال أو مبالغ غير مستحقة، لازم يحاسب عليها ويدفعها باك، هذا المينيموم، ويعتذر أمام طبعا الحزب لأنه هذه أموال للحزب مش أموال الشعب. فالموضوع موضوع أنه لا يوجد أحد فوق القانون، حتى لو كان رئيس الحزب وكان almost انه يصير رئيس وزراء لكندا. سلام.